ينضم إلينا من مطار ستانستيد بضواحي لندن مراسل الغد الزميل محمد الفنيش. محمد، هذا العطل الذي أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية، كيف حدث وكيف تم إصلاحه أيضا؟ نعم حسين، هو خبر جاء مفاجئا بعدما أعلنت وكالة أو الخدمات الوطنية للملاحة الجوية البريطانية أن كل المطارات البريطانية لم تعد تعمل، وأن يعني على مستوى الملاحة الجوية وأن الطيران لا يمكنه لا النزول ولا الإقلاع، وبالتالي تم تحويل الرحلات القادمة إلى المملكة المتحدة إلى الدول المجاورة. قبل قليل أعلنت وكالة الخدمات الوطنية للملاحة الجوية على اكتشافها للخلل وإصلاحه، وأن الأمر يستغرق بعض الوقت. إلى حدود الساعة حسين هنا في مطار ستانستيد لا نلاحظ إلا الهبوط اليدوي الذي لاحظناه قبل. لاحظنا مثلا أن حتى قبل إصلاح الخلل أن كان هناك هبوط يدوي لبعض الطائرات الاستثنائية كل تقريبا نصف ساعة يعتمد فيها ربان الطائرة على الرؤية البصرية بدون أن يساعده برج المراقبة، لا في النزول ولا في الإقلاع، الإقلاع لم يكن. بالتالي كما قالت وكالة أو منظمة الخدمات الملاحة الجوية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. لم نلاحظ هنا في مطار ستانستيد أي تأثير بعد إصلاح الخلل، لا يزال الوضع يعني هناك تعثر، لا يزال هناك انتظار. سأحاول فقط أن أنقل معك، ألاحظ الآن تم إقلاع طائرة، إذا تقريبا هذه الطائرة الأولى. سأنقل معك حسين الأجواء هنا. نعم نتابع. هذه الطائرة التي تحدثت لك عنها يعني أقلعت حاليا، وهي هذه كنت أتحدث إليك عندما أقلعت. تقريبا هذه هي أول طائرة أقلعت الآن من مطار ستانستيد، وهذا نبأ جيد، خبر يبين أنه على الأقل بدأت عملية الإقلاع. كان هناك إشكالية عندما تحدثنا المراقبة، هو هذا هؤلاء الذين يعملون، هي غرفة كبيرة جدا تظهر من هنا لأنها بعيدة، تظهر صغيرة لكنها كبيرة جدا، لا يمكن للموظفين التواصل مع طاقم ربان الطائرة عن طريق أو لا يمكن لهم رؤية المجال الفارغ الذي يمكن له للطائرة أن تنزل فيه، ولا يمكن لهم كذلك إخبار الطائرة الأخرى في الأرض للصعود، وبالتالي هكذا توقفت عملية الإقلاع والنزول سابقا. المسألة كذلك المطار هو هذا مطار ستانستيد. سأحاول فقط أن أقرب الرؤية لكم من هنا، هذا هو المطار. الطائرات لا تزال متوقفة، أكيد أن عملية التأخير ستأخذ كذلك مرحلة داخل المطار لنقل المسافرين إلى الطائرات. نلاحظ هنا على اليمين طائرات الراينير، ونلاحظ طائرات إيزي جيت في الطرف الآخر. سأحاول تقريب إذا ما كنا نستطيع رؤية أي مسافر في هذه الناحية، لم نلاحظ أي شيء لحدود اللحظة. في الجانب الثاني كذلك حسين نفس الشيء، وبالتالي العملية كما قالت هيئة الخدمات الملاحة الجوية أن الأمر سيستغرق بعض الشيء، فعلا الأمر هو كذلك. هناك كذلك انتظار في أمام بوابة المطار حسين من طرف الكثير من المسافرين الذين لم يعودوا يعرفوا مسألة الطيران. الآن حلت المشكلة، لكن هل سيسافرون اليوم؟ هل سيسافرون غدا؟ هل لا نستطيع الذهاب إلى محيط بوابة المطار بسبب الإشتاني لم أقل منعدمة في الطرف الآخر؟ لكن تلاحظ المطار ستانستيد، وبالتالي على الأقل طالما أن الهيئة أبلغت شكرا جزيلا لك الزميل محمد الفنيش، كنت معنا من مطار ستانستيد بضواحي لندن، وأشكرك أيضا لأنك رصدت لنا إقلاع أول طائرة من المطار بعد إصلاح العطل الفني.